أو عز رئيس الجمهورية برهم صالح بإجراء تدقيق وتحقيق عاجل في مرسوم جمهوري وقعه شهر الماضي للعفو عن جواد لؤي جواد نجل محافظ النجف السابق والمحكوم بالسجن المؤبد بجريمة المتاجرة بالمخدرات بيان لرئاسة الجمهورية ذكر أن التحقيق هدفه الوقوف على أولويات إصدار المرسوم مضيفا أنه ستتم معالجة أي خلل قانوني مترتب على إصداره وإعلان نتيجة التحقيق إلى الرأي العام في أسرع وقت وافاد البيان بان رئيس الجمهوريه لم ولن يتهاون في مجابهه التحدي الخطير المتمثل بالترويج للمخدرات وتجارتها والمحكومين فيها فهي جريمه تمس امن المجتمع واستقراره وسلامته لافتا الى ان المرسوم الجمهوري صدر بناء على توصيه كتاب من الامانه العامه لمجلس الوزراء وان مراسيم العفو تصدر وفق سياقات دستوريه وقانونيه استنادا الى احكام الماده الثالثه والسبعين من الدستور